مجتمع سعاد سفير مع علاجه، العلاج اللي حضرتك عملته. احنا اولا مساله التنميه البشريه وتطوير الذات والحاجات دي للاسف الشديد بقينا بنسمع فيها حتى كلام حضرتك اكيد بتشوف يعني مضحك، لكن قيمه علاج حضرتك ان هو معترف به دوليا، منشور في دوائر بريطانيه ودوائر علميه محترمه. حضرتك ازاي وصلت لهذا العلاج وايه فايدته وازاي اعترفوا بيه بره؟ طيب، بعد موسكو اتنقلت لجواتيمالا. جواتيمالا العاصمة، سفير بلد. بقى رئيس بعثة أول مرة؟ لا، كنت التاني في السفارة. وبعدين اشتغلت فيها تاني كرئيس بعثة واخدت أعلى وسام وغيرت العلاقات خالص. في المرة الأولانية حسيت طبعا بعد موسكو الشغل كان مهم والعالم كله بيشوف ايه اللي بيحصل. جواتيمالا بلد لطيفة جدا، العاصمة بلد لطيفة جدا بس هادية. بعيد عن مصر. هادية، فما بقتش تكفي الطموح الدبلوماسي بتاعي. ففكرت ان انا بدل ما اقول ان انا طيب انا تشغل وقتك بحاجة تانية. ايوه، يعني الفكرة حولت جزء من هذا الطموح الى طموح بالتعلم في مجال الطاقة. انا كنت قبليها وانا قبل ما اروح موسكو كنت اتعلمت الطريقة اللي بيختاروا بيها في امريكا رواد الفضاء. ان لازم يكون الشخص قادر على حل الازمات وعنده طاقه وفيره جدا يواجه اي مشكله في اي وقت، بحس مرهف، بوعي عميق شامل، بقرار سريع صائب، بفاعليه ودقه في التنفيذ. كانت الطريقه بتعتمد ان هم يختاروا حد يكون ما عندوش سلبيات في الداخل خالص، بحيث ان كل طاقته كل انتباهه الانفعالي يروح خارج ذاته، والطاقه الكبيره دي يقدر يكون بيها حلال ازمات وهو مستريح، ويقدر يكون قائد عمل طبعا، ويقدر يكون خالي من الامراض العضويه اللي سببها نفسي، وتبقى شخصيته على اعلى مستوى. الطريقه اللي اتعلمت بيها قعدت سنتين اتعلم ان انا كل ما الاقي نفسي منتبه الى شيء، الى شعور سلبي داخلي. سنتين تتعلم من بداتها من الفكره اللي بيختاروا بيها رواد الفضاء بتوع ناسا، وكاله ناسا الفضاء. بالظبط. بدل يعني مثلا لو انا حاسس باي شعور سلبي داخلي فليكن مثلا نصف افتراضا يكون قلق، لو انا بنتبه لهذا القلق انا مش بحل، انا بزود الطاقه اللي بيسرقها، وبالتالي بقلل الطاقه اللي انا بحطها في الحياه حواليا، في عملي، في علاقاتي، في تعلمي، في كل شيء. فكانت الطريقه لا، ما تنتبهش الى الداخل خالص، تجاهله وعيش خارج ذاتك لحد ما اللي داخل ده يخلص للوقت. كأن لو كان ده شبه نبات، الشعور السلبي وانتباهك له زي الميه بترويه فبيكبر بياخد طاقه، لو حطيت الميه لبره فالنبات ده هيدبل ويموت، فالطاقه اللي كان بيسرقها تطلع الى الخارج طاقه وفيره مرنه تحطها لاي شيء. كنت اتعلمتها عن طريق ان انا طول الوقت لو دخلت جوه نفسي ماليش دعوه بالشعور السلبي واروح الى خارج ذاتي. خدت فيها سنتين عشان اتعلم. انا بعملها للناس في 3 ساعات. ازاي بقى طريقه العلاج؟ ان انا العلاج حوالي 3 ساعات، هو جزئين، جزء حواري ساعتين تقريبا وجزء غير حواري. الجزء الحواري مألوف علاج نفسي سلوكي معرفي، تقعد مع الشخص تسمع مشاكلك وطلباتك نفسيا وجسمانيا، لان في علاقه بالاعراض، اغلب اعراضنا وامراضنا سببها نفسي. تمام، كويس. فبتسمع منه وبتحلل معاه، تعدل مفاهيم، تعدل سلوك بموافقته على المستوى الواعي. بتوصل لوقت الطفوله وتشوف المشاكل جايه منين، لان الطفوله في اول سنوات العمر فلنقل 7 سنين بيتكون العقل الباطن، فعلاقات الاسريه بتساهم بشكل لا واعي في الاختيارات المستقبليه. تحليل مشترك اللي بنعمله، وبعدين بنحدد اهداف نفسيه وجسمانيه، عايز اكتسب الصفه دي، عايز اتخلى عن الصفه دي، عايز اذاكر كويس، عايز ابقى في حاله سلام، سعاده، في شغل جامد، في اي حاجات الشخص يكون عايزها ويكون لها اساس على المستوى الواعي او يكون فاهمها. بس لما بنوصل للتحليل والاهداف يبقى احنا كده اقتنعنا ب 5% بس من عقلنا، اللي هو العقل الواعي. الساعتين يعني الساعتين دول بتوصل بس حضرتك ل 5% من العلاج. 5% بس مهمين جدا عشان الطاقه بتاعتي بتروح لفين. الجزء اللي مش حواري بقى ايه بقى؟
اتفقنا كده بقى الجزء الغير حواري، ممكن الواحد يكون عايز حاجة بس مش عارف ينفذها، عايز يخس مش عارف، عايز يشتغل مش عارف، مقتنع بكل حاجة بس مش عارف ليه، عشان 95% العقل الباطن أو اللاواعي في خبرات مختلفة. أنا بقى دوري الجديد اللي أنا بعمله فعلا أن أنا بطبع اللي اتفقنا عليه جوه العقل اللاواعي، بطبعه العقل اللاواعي ما عرفش يفرق بين الحقيقة والخيال، أنا بديله الخيال اللي هو عايزه، بيبقى عقله اللاواعي زي كمبيوتر بعت له برنامج مرة واحدة انتهى فوري. ما هو فندم ازاي يعني البرنامج حبتك. هقول لك ازاي، هقول لحضرتك ازاي هقول لحضرتك ازاي. انا من ضمن الحاجات، انا لما كنت في جواتيمالا ابتديت بقى ادرس الحاجات المتعلقه بالتنويم والطاقه واللايف كوتش والرايكي وكل حاجه، لقيت انا عندي شغف بالمواضيع دي وعندي الهام ان انا هوصل لحاجه. فلقيت وانا انا واخد دبلومه تنويم اكلينيكي، لقيت ان انا بعرف انوم من غير كلام، دي في منتهى الاهميه. ليه؟ فرويد بيشتكي من نتائج التنويم، بينام حضرتك مثلا بيقول لك اسئله بتجاوب او بيقول لك تعليمات بعدين هتنفذها، يبقى عقلك الواعي صاحي. ما دام عقلك الواعي صاحي يبقى كده في فلتر للافكار اللي رايحه، فالنتائج ما بتبقاش ولا دايمه ولا كامله. انا مش محتاج اتكلم، فبالتالي الرساله اللي ببعتها بتنطبع. بتنطبع ازاي؟ نفرض ان انا حضرتك جاي لي مثلا، وحضرتك دلوقتي قاعد نايم، هقول لك انت مستلقي على سري وانا بعدك بكذا متر، قاعد في الاوضه على كرسي ولا بتكلم ولا بتحرك ولا هلمسك ولا هيحصل لك حاجه. انا بقى اقول لك غمض عينيك واسرح في اي حاجه عشان بس مجرد ان انت ما تشغلش مخك بافكار. انا هبقى الاستاذ احمد، كاني تقمصتك وكانك بتمر داخلي بمراحل التنويم، كان انا بنومك بس من غير كلام، اللي قلت كلام اللي كنت هقوله لك انا بعيشه. يعني حضرتك بتتكلم عن حاله من حالات التنويم المغناطيسي. هي تنويم اولها تنويم مغناطيسي نون فيربال يسموه انتربيرسونال، كويس؟ طيب نوم حضرتك حقيقه، لان في ناس بتعمل على ان التنويم المغناطيسي دوت يعني اللي هو زي ما بنشوف الشكل الكوميدي في الافلام، نام وشد البطانيه زي ما تشوف اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين يطلعهم. لا ما هماش كده. مش بقى يعني ده حاله وحضرتك اتدربت عليها وبتقدر تقدر طبعا أنت. طبعا يعني انا عامل فهقول لحضرتك، فعيشك جوايا تقمصك وكانك بتمر بمراحل التنويم، هنقلك الاحساس ده بالتخاطر تلبسي وبنقل الطاقة، مش هيحصل لك حاجة، بالكتير شوية تنميل خفيف أو تشوف أضواء، ما بعدهاش أي شيء. بتنام اتفتح العقل الباطن. لو تصورت حضرتك في أوضة والأوضة دي الباب فيها واقف عليه عسكري وأنا بره الأوضة بدخل اللي احنا اتفقنا عليه، العسكري ده اللي كان بيعمله فرويد فيه إنه بيقعده على كرسي مثلا، فبرضه بيقدر ان هو يعمل فلتر للحاجات. انا مش محتاج العسكري، بشيله خالص. العقل الباطن